هدى شعراوي. من أهم الأسماء التاريخية البعض بيختزلها في كلمة رائدة العمل النسوي في مصر. معانا الأستاذة سنية شعراوي، حفيدة هدى شعراوي. ضحت عليه وقالت له موتني وإيه يعني قضيتنا. ديك شبه كبير جدا من هدى شعراوي. دي يمكن آخر صورة ليها اتطبعت عليها. لأول مرة نسمعها تأسيس بنك مصر. ده الخبر اللي قلبها ما قدرش يستحمله. بالتعاون مع جامعة أكسفورد معرض التنقيب في الأرشيف. مذكرات هاورد كارتر والمنشورات بتاعته. شباب مصر بيطالبوا كل السفارات التي أخذت قطعة تنتمي لهذه الأرض أن تعيدها. دايما على موعد مع اصوات حلوه. الحلوه دي كانت تعني كلمه دي متعه على متعه.